الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك، يا عز كل ذليل، يا غنى كل فقير، يا مفزع كل ملهوف. من ذا الذي تكلم فما سمعت نطقه؟ ومن الذي سكت فما علمت سره؟ من عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. بيدك ناصية كل دابة، وإليك مرجع وموئل كل نسمة. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان. سبحان الذي هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان. ملك عزيز لا يفارق عزه، يعصى ويرجى عنده الغفران. نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا، أو أغشى فجورا، أو أكون بك ربي مغرورا. اللهم تجاوز عن زلاتي، ولا تجعل حظي من ديني لفظي، وارزقني الصدق في نيتي وقولي وفعلي، ولا تحرمني خير ما عندك لشر ما عندي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة الكرام، بعد عام واحد من غزوة بدر، الفرقان بين الحق والباطل، اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وحزبه، وأخزى الشيطان وجنده، آلم أهل مكة ما أصابهم من قتل صناديدهم وتمرير كرامتهم في بدر، فأجمعوا أمرهم وكيدهم وحلفاءهم وأموالهم، ثم أتوا صفا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقضاء على الدين الجديد والدولة الوليدة، لإخماد صوت الحق، وكذلك حال أهل الباطل في كل زمان ومكان. جاءوا زحفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته في 3000 من جند الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مجتمعون في المدينة يتشاورون أمرهم، يقررون ماذا يفعلون. وكان من رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى فيقاتل قريشا في المدينة قتال شوارع، لكن الصحابة خاصة الذين لم يحضروا بدرا ولم يفوزوا بذلك الشرف العظيم، آثروا أن يخرجوا لقتال أهل مكة خارج المدينة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، وخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، معهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وبعد أن جاوزوا المدينة انثنى عبد الله بن أبي بثلث الجيش 300 مقاتل، وانسحب من أرض المعركة في موقف لا يحسد عليه المسلمون، ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في 700 مقاتل يلقون 3000 من المشركين. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أرض المعركة بجوار أحد، ذلك الجبل الأشم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه من زار تلك البقاع، أسأل الله ألا يحرمكم زيارتها. جبل يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جبل أحد
أحد جبل يحبنا ونحبه. اختار النبي صلى الله عليه وسلم في حنكة عسكرية وقيادة فذة أرض المعركة، فجعل جبل أحد عن شماله وجبلا صغيرا عرف فيما بعد بجبل الرماة عن يمينه، ووضع عليه 50 من أمهر رماة المسلمين، وقال لهم صلى الله عليه وسلم، نبههم: إذا رأيتمونا نغنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نهزا فلا تنصرونا، امكثوا في أماكنكم. وبدأت المعركة بين جيش الحق وجيش الباطل، ترونهم 3 أو 4 أنفالهم ويزيد، وكان النصر في بداية المعركة للمسلمين. ولقد نصركم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فلما انكشف معسكر المشركين ولاذوا بالفرار وأخذ جيش الإسلام يطاردهم، رأى الرماة على الجبل غنائم المعركة على أرض المعركة، أراهم الله عز وجل ما يحبون مع عظيم إيمانهم وصدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له، لكنها أثرت الدنيا وحب الدنيا، فتركوا مواقعهم ونزلوا طلبا للغنائم. فاستغل خالد رضي الله تعالى عنه، وكان يومئذ على الشرك الموقف، وأحاط بجيش المسلمين من الخلف، وأصبح المسلمون بين فكي الرحى، وعمل فيهم القتل عمله، واستشهد 70 من أكابر صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء حمزة. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لولا أن أحاط به نفر من قومه صدقوا الله فصدقهم، وثبتوا أمام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهت المعركة بهزيمة للمسلمين. أيها الأحبة، هذا عرض سريع لغزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي غزوة أحد، نقف معها اليوم لا لنقصص القصص فقط، بل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يقول الله عز وجل لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه حكم إيراد القصص في كتاب الله عز وجل، ما كان حديثا يفترى ولا أساطير الأولين تتلى. أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعلم أن هناك سببان، أن سببين من أسباب الهزيمة جعلت هذه الهزيمة تقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع عظم منزلتهم عند الله عز وجل، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين والصفوة الأطهار الذين اصطفاهم الله واجتباهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هزموا، ولعل من أعظم أسباب الهزيمة أيها الأحبة مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرماة بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا وابقوا في أماكنكم. معصية واحدة أيها الأحبة فعلت بجيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت، فكيف بالمعصية في دنيا الناس اليوم؟ السبب الثاني من أسباب الهزيمة أيها الأحبة دخول المنافقين في الصف، ما دخل منافق في صف أهل الحق إلا وخذلهم، طلاب الدنيا، الذين يبيعون الدنيا بالآخرة، هؤلاء الذين لم يذوقوا طعم الإيمان، عبد الله بن أبي وحزبه الذين دخلوا في صفوف المسلمين ثم تخلوا عنهم في اللحظة الحاسمة، في اللحظة التي يحتاجها
جند الله عز وجل وحزبه، وهذا حال وهذه عاقبة كل صف لم يتميز ولم يتنظف. فالعبرة أيها الأحبة ليست بكثرة عدد ولا عتاد، إنما بنقاوة الصف ووحدته ويقينه بأن الله عز وجل هو ناصره ومعينه، وأن الله ناصر أوليائه سبحانه وتعالى. تولوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. في أحلك الظروف يتخلى المنافقون عن أهل الحق وأصحابه وأهل رايته. أيها الأحبة، دروس وعبر من غزوة أحد نستلهمها في هذه الجمعة في وقفات سريعة، لعل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، أولاً النصر من عند الله العزيز الحكيم، النصر من عند الله العزيز الحكيم. المسلمون أهل الحق وأهل النصر، ينصرهم الله عز وجل لا بكثرة عداد ولا عدة ولا عدد، إنما وليهم الله عز وجل. إن أطاعوه نصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر من عند الله عز وجل درس كبير للمسلمين في هذه الغزوة، لكي يكسر طغيان النفوس في قلوبهم والعجب الذي ربما يحتل قلوبهم، ويثقوا أن النصر أولاً وآخراً من الله عز وجل. يمحص المؤمنون ويمتحن الصف ويبتلى الصفوة لينفى عنه الخبث، ليخرج نقيا صفيا صافيا طاهرا. لو انتصر المسلمون في كل معركة لدخل فيهم من ليس منهم، لدخل في أهل الحق وفي صف أهل الحق من هو منافق ومبطل وصاحب هوى وصاحب دنيا. لكن لابد من الابتلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. من دروس أحد بيان العبودية لله عز وجل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. فقد نصروا في بدر نصرا مؤزرا، ابتلوا بالسراء وبالنصر المبين على أهل الكفر، على الطغاة الظالمين، ثم لا بد أن يبتلوا بالهزيمة لتستخرج عبوديتهم لله عز وجل في السراء والضراء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عبودية لله عز وجل في السراء والضراء. من الدروس المستفادة أيها الأحبة من الهزيمة في أحد أن الله عز وجل اختار لعباد من عباده منزلة في الجنة لا تدركها أعمالهم، فقيض لهم الشهادة لينالوها. الشهادة التي يحسبها البعض موت وترك للدنيا ومفارقة للأحباب والأصحاب، وهي لعمر الله فعلا كذلك، فأصابتكم مصيبة الموت، لكنها عند الله منزلة لا يبلغها أي أحد، هي اصطفاء واختيار واجتباء، ويتخذ منكم شهداء. يختار الله عز وجل من عباده وأوليائه لينزلهم تلك المنزلة العظيمة التي جعلها الله لأوليائه الشهداء في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اختار الله لعباده منزلة لا تبلغها أعمالهم في الجنة، فقيض لهم الشهادة لينالوها. أيها الأحبة، من الدروس المستفادة من أحد خطورة إيثار الدنيا على ما عند الله عز وجل. الدنيا تطلب
ونعم المال الصالح للرجل الصالح، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تؤثر الدنيا على الآخرة، لا تقدم بين يدي الله عز وجل، لا تجعل في ميزان مع ما أراده الله عز وجل. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، هكذا كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكثير من أغنياء المسلمين، كانت الدنيا في أيديهم، فإذا أرادهم الله عز وجل ودينهم والدار الآخرة نفضوا الدنيا وتركوها وقاموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيثار الدنيا على ما عند الله خطره كبير وسبب عظيم من أسباب حلول الهزيمة والنصر والذلة على المؤمنين. نعم الدنيا تطلب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا منه سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولكن لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تصرفنكم الدنيا عن طاعة الله عز وجل، لا توقعنكم الدنيا، لا يوقعنكم حب الدنيا وإيثار الدنيا في معصية الله عز وجل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يخاطب الله عز وجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كلنا نريد الدنيا، ولكن من منا من لا تصرفه الدنيا عن الآخرة؟ هذا هو السر، وهذا هو موضع الشاهد، وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم في أغلبهم. أيها الأحبة، الدنيا خضرة حلوة، وإن الله استخلفنا فيها فناظر ما عسانا فاعلون، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من دروس أحد تقرير مبدأ الشورى في الإسلام فيما يخص الناس وحياة الناس، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم الموحى إليه من فوق سبع سماوات يعرف أن الحرب إنما هي الرأي والحرب والمكيدة، كما قال الحباب بن منذر رضي الله تعالى عنه، يستشير أصحابه ويأخذ برأي أصحابه، وإن كان في مخالفة رأيه صلى الله عليه وسلم هزيمة لحقت بالمسلمين. تقرير لمبدأ الشورى ومحاربة للاستبداد وللانفراد ولهؤلاء الذين تغص بهم الأزمنة والأمكنة على مر العصور والدهور، هؤلاء الذين يقولون للناس: ما نريكم إلا ما نرى وما نهديكم إلا سبيل الرشاد. هؤلاء الذين وإن لم ينطقوا بما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، فهم يجسدون هذه المقولة قولا وفعلا وعملا. هؤلاء الذين هم مستعدون لتقديم الشعوب أمامهم وتحت أقدامهم لكي يبقوا على كراسيهم. من دروس أحد أن الجنة أيها الأحبة عزيزة غالية، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من يريد بيتا صغيرا في الدنيا يسعى ويعمل ويجمع المال ويوفر حتى يشتري بيتا يظله في الصيف ويقيه برد الشتاء. أما الجنة فلا يعمل لها إلا المخلصون العاملون، هؤلاء الذين علموا أن ما عند الله باق وأن الآخرة خير لهم من الأولى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هؤلاء أيها الأحبة الذين يبيعون
ما عندهم ليشتروا رضوان الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب وقد اشترى نفسه لله عز وجل بماله. أيها الأحبة، من الدروس التي نستلهمها من أحد أنه ومع الهزيمة، ليس معنى الهزيمة أن الباطل على الحق، ليس شرطا أن ينتصر أهل الحق في كل جولة، ولا يجعل الباطل حقا أن ينتصر في جولة. قد يكون للباطل جولة لكن للحق جولة إلى قيام الساعة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ليس معنى الهزيمة أنك على الباطل. فهؤلاء أنبياء الله ورسله قتلوا، نشر زكريا بالمنشار وقدم رأس يحيى عليهما السلام مهرا لبغي، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن العاقبة للمتقين. وهذا الغلام المؤمن يقتل ويلقى في النار أهل مدينته كلهم، حتى تلك المرضعة التي أنطق الله جنينها اصبري اصبري يا أمه فإنك على الحق. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيها الأحبة، من دروس الهزيمة معرفة مواطن الخلل ونقاط الضعف في الصف المسلم لكي تجتنب، لكي تصفى، لكي تطهر، لكي يبحث عن الحلول. لو انتصر المسلمون دوما لبقيت هذه النقاط كلها مخفية لا يعرفها أهل الحق وجند الله عز وجل. من دروس أحد أيها الأحبة، نعلم أن الموت نهاية كل حي، لكن لا سواء، لا سواء، والله الذي لا إله إلا هو، لا سواء. يقف أبو سفيان، وكان يومئذ على الشرك رضي الله تعالى عنه، على سفح جبل أحد ينادي: هل فيكم محمد؟ هل فيكم أبو بكر؟ هل فيكم عمر؟ أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فيجيبه عمر: كل من ذكرت أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فيقول أبو سفيان: يوم بيوم، يوم النساء ويوم النسر، أعلو هبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قولوا: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. من يقاتل في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا، ليحق الحق ويبطل الباطل، لا يستوي لعمر الله بالله وتالله ووالله مع من ينصر الباطل ويحارب لأجل الكفر والحرية الموهومة المزعومة والعلمانية، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فاسلك طريق الحق ولا تكترث بقلة السالكين، وتجنب طريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على من اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واكتفى واقتفى. أيها الأحبة، من دروس أحد بيان رحمته صلى الله عليه وسلم مع قومه المشركين قبل رحمته مع أصحابه المؤمنين. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم
يحاط به ويسال دمه وتكسر رباعيته وتدخل حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويسقط في حفرة حفرها له بعض المشركين فتشج ركبته وهو يمسك الدم أن يقع على الأرض ويقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذه لا يستطيعها إلا من أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه فلم تذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنب الرماة ولا لامهم ولا قرعهم ولا عاقبهم. صلى الله عليه وسلم في رسالة إلى أمته من بعده أن ارحموا من يخطئ، فكلنا ذاك الرجل، وكلنا ذو خطأ، وكلنا في حاجة إلى من يمد إلينا يد الرحمة والعفو والمسامحة كي نقف ونسير إلى الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وقتاله وحكمته العسكرية صلوات ربي وسلامه عليه، في رسالة أيها الأحبة إلى الدنيا، إلى هؤلاء الذين يزعمون أن أهل الدين والتقى والخوف من الله لا يصلحون للقيادة ولا يصلحون للإمارة، ومكانهم في المساجد يسبحون ويذكرون، أما السياسة وأهلها وقيادة الدول فأهلها فليس من العيب أن تعطى لرياضي أو لممثل أو لفاسق أو لكافر أو لبعيد عن الله عز وجل، أما أهل الله وخاصته وأهل رضاه وتقاه وأعلم الناس بالحلال والحرام فلا يتحدثون في السياسة ولا يتقدمون صف السياسة ولا يحكمون الدول. وما كانت هكذا تساس الأمة عندما كانت إماما للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا حاكما قائدا رئيسا لدولته صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر من بعده أتقى الأمة وأعظمهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا للأمة، ثم عمر ثم عثمان فعلي، هكذا كانوا. ووالله الذي لا إله إلا هو ما بلغت هذه الأمة ذروة العز والمجد إلا يوم أن كان الدين قائدها سواء في حكامها أو في علمائها، إلا أي يوم أن تبصرت مواقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يوم أن اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة هذا الدين الخاتم. ووالله الذي لا إله إلا هو ما سقطت في مهاوي الردى وما تشتتت وما تخلفت إلا يوم أن تركت مصدر عزتها وسر قوتها وابتعدت عن كتاب ربها. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عادي، رياضي يتكلم في السياسة ما فيش مشكلة، فاسق فاجر فنان يتكلم في السياسة ويضع الدستور ما فيش مشكلة، أما أهل الله الخوف من الله أهل خشية الله عز وجل لا، هؤلاء لا، لأن بهم ستعود الأمة إلى مجدها، وهذا ما لا يريدونه. هم يريدون أمة ماجنة راقصة تضيع مقدساتها، تنتهك حرماتها، تحتل مقدساتها، يدنس أقصاها ولا تتحرك فيها شعرة، أمة ماجنة فاسقة تصحو على الغناء وتنام على الرقص والخنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا بشرا إنسانا قائدا هاديا سياسيا اقتصاديا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، من دروس أحد ظهور مظاهر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طلحة رضي الله عنه بن عبيد الله يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشل يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة الجنة. وهذا
أبو دجانة رضي الله تعالى عنه يتلقى النبل بظهره لكي لا يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه يسأل الله قبل المعركة: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، يقاتلني فيقتلني فيجذع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك يا رب قلت فيما هذا قلت فيك يا رب العالمين. ويرزقه الله عز وجل برجل يقتله ويقطع أنفه، يجذع أنفه ويقطع أذنه، صدق الله فصدقه. وهذا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه يطلبه الصحابة بين القتلى فيجدونه وبه رمق، يسألونه: كيف تجدك؟ قال: أجدني في الموت. بلغوا رسول الله السلام وبلغوا قومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم أيها المسلمون عند الله إن خلص إلى شريعة الله وإلى سنة رسول الله وإلى الصالحين من عباد الله وإلى علماء هذه الشريعة، وفيكم عين تطرف. وهذا عمرو بن الجموح يدخل أرض المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرده لأنه كان أعرجا رضي الله تعالى عنه، وقد عذره الله، ليس على الأعرج ولا على الأعرج حرج. يقول: يا رسول الله لا تردني، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه في الجنة ويكون له ما أراد. وهذا حنظلة رضي الله تعالى عنه يرى عليه أثر الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا أهله عنه فسألوها فقالت: خرج يوم أن سمع منادي الله عز وجل وهو جنب لم يغتسل، فغسلته ملائكة الرحمن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه امرأة من بني دينار كانت تنتظر الجيش بعد عودته، وفي الجيش رضي الله تعالى عنها أبوها وزوجها وأخوها تنتظر الجيش على مشارف المدينة، فنعي إليها الثلاثة: أبوها وزوجها وأخوها، فلم تولول حال نساء اليوم، ولم تلطم خدا، ولم تنشر شعرا، وإنما قالت في إيمان الواثقة وصدق المحبة. فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أرونيه، لم تصدق. فلما رأته قالت رضي الله تعالى عنها: كل مصيبة بعدك جلل. خلوها من غير تعليق. هذه أيها الأحبة، أشيع في المعركة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى بعض الصحابة أسلحتهم ونزل بهم الوهن والخور، فمر عليهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، قالوا: ما بالكم؟ قال: ما بالكم؟ قيل: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما تقعدون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا الدين، هذه الشريعة تربي أصحابها على التعلق بالمثل، بالقيم، بالمبادئ، لا تربطهم بالأشخاص ولا بالذوات إلا بقدر الاستفادة من القيم والمبادئ والخلق. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها المؤمنون، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات وفارق الدنيا فإن دينه وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فأين المشمرون؟ أين العاملون؟ أين المدافعون؟ أين المقدمون أنفسهم وأموالهم بين يدي شريعتهم؟ والموت في سبيل الله أغلى أمانينا. ومن سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا له من دين لو كان له رجال، لو كان له رجال، وله رجال قائمون على الحق لا يضرهم من خاذلهم حتى تقوم الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان. أيها الأحبة، الدرس الأخير من
غزوة أحد العدل، إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس الذي قامت به السماوات والأرض، وجعل الله له يوما عنده توفى فيه المظالم، توفى فيه المظالم. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد المعركة رأى ما حل بعمه، والرسول بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، فأحزنه ما فعل بعمه سيد الشهداء واحد من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تبقر بطنه وتلاك كبده ويجذع أنفه وأذنه وهو أسد الله وأسد رسوله، فيغضب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقسم لئن أظهره الله على قريش ليمثلن بسبعين من قتلاهم. فينزل الله عز وجل، انظر إلى عظمة هذا الدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إنه لمما يذهب العقل ويحير النفس ويقلق الفؤاد أن تسمع من ينكر على إقامة الحق والعدل على المجرمين والطغاة الذين أذاقوا الناس الويلات وقتلوا الأنفس البرية بغير حق. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أنفس معصومة قتلت وأزهقت بغير حق إلا أن يقول ربنا الله عز وجل، عندما يحاكم قاتلوها وطغاة الناس ومجرمو البلاد ويحكم عليهم بالحق بغير الحق الذي كانوا يحكمون به الناس، وقد ظلموا الناس وقتلوهم بلا محاكمة، عندما يقام عليهم الحق والعدل ترى من ينكر. والله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها الأحبة، تلكم كانت دروس وعبر من غزوة من غزوات المسلمين قد يمر عليها بعضنا في دراسته دون أن يقف على ما فتح الله به عز وجل ووقفنا عليه اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا ويرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمنا يا رب في بلادنا، أدم الطمأنينة والمحبة في قلوبنا وبين ربوعنا، اجعلنا إخوة متحابين، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يتقيك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، بفضلك عمنا واكفنا شر ما أهمنا. اغفر اللهم لنا، لوالدينا، لمن علمنا، لمن أحسن إلينا، لمن أسأنا إليه، للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعواتي يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.